بالمعرض اليوم بتجربتي اللي هي عن الأنبوب الحراري، بتحكي عن الأنبوب الحراري وتحسين أداء الأنبوب الحراري. شاركنا اليوم بمعرض المشاريع، عملنا مشروع تخرج عبارة عن بلاطة بتأمن الراحة الحرارية للإنسان، هي تدفئة أرضية موضعية بتاخد الطاقة إما من لواقد شمسية وإما من خلايا كهربائية. مشروعي هو عبارة عن فيلا ذكية، كمان تغذية من خلايا شمسية، عبارة عن أنه نحن تسهل حياتي مثلاً من خلال الموبايل، تطبيقات الموبايل. مشروعنا هو اكسسوار مساعد لخطوط الإنتاج التقليدية، بيضيف مرونة على خطوط الإنتاج لتقدر هي الخطوط تفرز المنتجات أو تحرك المنتجات بأي مسار بدون يعني لنخرج من الحدود الفيزيائية والمكانية تبع خطوط الإنتاج التقليدية. مشروعنا هو جهاز تنبيه الدوائي الآلي، هاي هذا الجهاز بيستهدف فئة الكبار بالعمر يلي هن عندهم باليوم الواحد عدد كبير من الأدوية. لما بيصير موعد الحبة بيتم إصدار إنذار صوتي وضوئي عن طريق الجهاز، وبتطلع رسائل توضيحية للمستخدم بتساعده على أخذ الحبة الصحيحة من الحجرة المطلوبة. المشروع بالنهاية هو بنحصل فيه على بارامترات الإنتاجية بشكل عام خلال أقل زمن وأقل تكلفة وقود وأقل اهتلاكات للآلية. صممنا دارة هون موضحة بالشكل عندكم، بتدرس بكل ثانية عمق القطع وبارامترات الإنتاجية. بنهاية كل شوط أنا قادر أني أعطي أي إنسان أو أي مستثمر قديش عمق القطع والإنتاجية بشكل نهائي مع أقل استهلاكات للوقود. تواصل الشركات الصناعية والهيئة التعليمية المشرفة عما يساهم بجعل المنتج قابل للتسويق وخلق فرص عمل مع الجهات والشركات الراغبة بطرح مواضيع أو مشاريع حديثة متطورة.